الملوخية الفلاح، الشبت الشبت الشبت، الجرجير. أيوة هنا لو سمحت. اتفضل. شكرا. صباح الهنا، صباح السرور. انا عندك ملوخيه؟ اه انا ملوخيه فلاحه. بس دي صغيره قوي. صغيره يعني من الاخر حطها. كام؟ ايه؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ لا طبعا دي غاليه جدا. غاليه يعني في كل حته ب 10 و 12. لا معلش بقى، انا لسه جايباها اول امبارح ب 5 جنيه. 5 جنيه؟ ايوه ب 5 جنيه. ليه ب 5 جنيه؟ من هنا برضو بس من على اول الشارع. انا مش فاهمه انت اصلا ليه بتبيع بس ال 200؟ ايوه الناس كلها بتبيعها ب 5 جنيه، انت ازاي تبيعها ب 7 جنيه؟ فاكرنك كوركات؟ لا كوركات يعني بيبيعوها ازاي ب 7 جنيه؟ اه ب 7 جنيه. وبعدين انت هتبجح معايا؟ انت ما تعرفش انا مرات مين؟ لا معلش بقى، انا هكلمه يجي يشوف الموضوع مع الاشكال دي. هيتعرض معاك بكره على النيابه يا فندم. حاضر يا فندم. تمام معاك يا باشا. ايوه هاجر. انت فين؟ في الشغل يعني، هكون فين؟ ايه بعد اذنك تعالى لي دلوقتي. انا مسكت حرامي. مسكت حرامي؟ ايوه مسكت حرامي، كان بيسرقني. فين؟ ما اسمعش صوتك. طب انت فين دلوقتي؟ انا جنب الشغل عندك، انزلي دلوقتي. طيب انا جاي لك دلوقتي. سلام. يلا سلام. انا مش هسكت علشان الاشكال دي. انا بقى ايه، مش هتفضلوا انتوا بقى ايه تعملوا معانا كده واحنا نسكت؟ مش عشان احنا هنفكسل لكم تعملوا كده. ماشي. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي ابو الوفا. يا جماعه انا بناشد سكان مصر الجديده ومدينه نصر. في واحد بياع اهو اسمه ابو الوفا، بيبيع خضره وحاجات كده. الراجل ده نصاب وحرامي. ايوه والله زي ما بقول لكم كده، بيبيع بزبتين، بيبيع كيلو الملوخيه ب 7 جنيه وهي في كل حته ب 5 و4 جنيه. انا بقول لكم بس اهو علشان الناس ما تتخدعش فيه والناس ما تتخمش. ايوه يا مدام سوسن، والله زي ما بقول لك كده، ده نصاب وحرامي، انا متاكده. انا ما تفتحش صوتك لو سمحت، ما تفتحش صوتك. ايوه يا حبيبتي. ايوه ايوه انا بس هتصوصت تجيبها بكام؟ اهو اهو جالك اللي هيوريك. هو ده الحرامي يا حبيبي. حرامي؟ اه طاقتك حبيبي. حرامي ايه؟ طاقتك خلص. ايه البطاقه دي؟ خلص حبيبي بطاقتك. لا اله الا الله. كل يوم احنا اصلا في الموالي المهبب ده. طب والله ما عملت حرج ده. انا اسمع كلام الباشا، طلع البطاقه. اتفضل يا بيه. الوفا؟ ايه اللي جايبك هنا؟ ده بيبقى ده خضار. ماله بقى، سرق ايه ده بقى اللي فندي ده؟ بيبيع الاستاذ، بيبيع الملوخيه ب 7 جنيه وهي ب 5 جنيه اصلا. 5 جنيه؟ نعم. ايوه والله انا لسه جايبها اول امبارح. زي ما بتقول لك كده والله، ده غدار عقل يا بيه ده. حتى بص بقى، منزلاني من مكتبي ومسيباني شغلي عشان خاطر كلام فارغ وملوخيه ب 5 جنيه. افهمني، ده حرامي والله العظيم حرامي. افهم ايه؟ امسكه بتهمه ايه؟ اقبض عليه بتهمه ايه؟ ملوخيه؟ هو نصاب وحرامي وبيسرق اموالنا. بيسرق اموالنا؟ ما تفتحش بقك. اسكت انت دلوقتي. حسن بعد اذنك خد على البطاقه. وايه دي بقى كمان؟ انت شايف ايه يعني؟ ضيخه. ضيخه؟ جايباها منين دي؟ جايباها من الكشك. سيل وخدتها. كويس السيل ده. استنى يا حبيبي لما نشوف النسيبه السوداء دي، جايبها بكام ديت اهو؟ بعد السيل ولا قبل السيل؟ خلاص يا ماما انا مش فاضي لي. هو في السيول في الدرفور يا باشا؟ يا حبيبي اسكت دلوقتي. ها 150 جنيه. نعم 150 جنيه بس يا حبيبي انت. طيب بص، انا شايف البوكس اللي انا كاسبه هناك ده. روح اركب. هعمل لك محضر ازعاج سلطات، اقصد سلطات، واهدار المال العام للزوج. يحيى العبد، يحيى العبد. مراتي مين؟ توكل على الله. روح روح روح. اه وخدي ديت حرز عشان اقفل بقى المحضر. يلا حبيبتي، يلا حبيبتي. وانت يا ابني معلش انا مش عارف اقول لك ايه،